بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. أحب أرحب بالجميع وأقدم لكم اليوم نوع من أنواع العصائر. طريقة تحضيرهن سهلة وبسيطة، طعمهن كلش طيب، وبالإضافة لذلك فوائدهن كثيرة للجسم. خلينا نشوف طريقة تحضير العصير الأول. راح أحتاج أفوكادو وتفاح أخضر. طبعا دائما التفاح تشوفون به لمعة، فهاي يخلونه مادة شمعية. لازم نغسل التفاح غسل جيد ونقشر التفاح قبل ما نستخدمه للأكل، للسلطات، من تطيل الأطفال لازم نقشرين التفاح. أحتاج عصير الليمون، وعندي هنا للتحلية راح أخلي عسل، وهذا هنا عندي مي النعناع، لأن ما عندي نعناع فريش فراح أخلي مي النعناع، بس إذا متوفر عندك النعناع الفريش فضيفيه ويا العصير يصير طعمه بعد أطيب. هنا بعد ما قشرت التفاح وقشرت الأفوكادو راح أخليهم بالخلاط، وطبعا أضيف عصير الليمون وأضيف العسل ومي النعناع، واكيد اخلي له مي حتى يصير قوامه شويه اخف. وطبعا كميه العسل، كميه عصير الليمون تبقى حسب الذوق، يعني تخلين وتذوقين تشوفي يراد له بعد شويه عصير ليمون، يحتاج له بعد شويه عسل، واللي ما متوفر عندها العسل فتخلي شكر يعني عادي. انا خليت شويه من مي النعناع وهسه اخلي على الخلاط اكاسر عليه بمي. طبعا طريقة تحضيره مثل ما تشوفون سهلة وبسيطة، طعمه كلش طيب، ينفع أيام الصيام يعني وقت الإفطار. عصير منعش وطيب، تخليه لمكعبات الثلج يصير طعمه كلش طيب، يعني كل ما يكون بارد كل ما يكون أطيب. وإذا تشوفون القوام مالته ثخين يعني ما تحبوه ثخين فزيدي عليه مي حتى يكون قوامه أخف. هذا العصير الأول جهز. خلينا نشوف طريقة تحضير العصير الثاني. هنا أنا عندي جزر، طبعا هاي حبتين جزر كبار، راح اضيف عليهن تقريبا نص كوب مي او 3/4 الكوب مي، وافتح الطباخ اخلي هذا الجزر يستوي بالكامل، يعني اريد هذا الجزر يستوي يكون لين، وبعد ما يستوي يكمل اخلي يبرد ان شاء الله واكمل وياكم طريقة تحضير هذا العصير. طبعا هذا العصير جدا مفيد للجسم وطريقة تحضيره جدا سهلة وبسيطة. هنا انا عندي الجزر بعد ما استوى راح اطفي عليه الطباخ وخليه يبرد، لان راح اخليه بالخلاط، فمن تخليه بالخلاط لازم يكون المي شويه بارد. هنا انا عندي تقريبا هذا 1/4 كوب من اللوز المقشر، ضفت عليه كميه من الحليب، وراح اضيف قليل من الحليب المحلى المكثف. اذا ما تحبون تضيفون حليب محلى مكثف فخليه شكر، أنا ما خليت بس الحليب المحلى المكثف لأن أريد يكون لون العصير برتقالي، من أخلي حليب محلى مكثف يصير لونه أبيض. والإضافة اللي راح أضيفها هنا أنا عندي نكهة الآيس كريم، طبعا راح تخلي طعم هذا العصير كأنما تشربون عصير بالآيس كريم. طبعا إذا ما متوفرة هاي النكهة فمو مشكلة، تقدرين تضيفين الفانيلا، تضيفين الهيل أو أي نكهة متوفرة عندك. وإذا عندكم آيس كريم الفانيلا نفس الآيس كريم تخليه ويا هذا العصير يصير طعمه كلش طيب، بس انا لان ما متوفر عندي الايس كريم وعندي نكهة الايس كريم فخليتها. هنا انا اشغل الخلاط واتاكد انه اللوز اللي خليته انطحن بالكامل، لازم ينطحن بالكامل، يلا اضيف باقي الحليب. بعد ما اتاكد انه اللوز انطحن، هنا انا اتاكدت انه اللوز انطحن، هسه راح اضيف كمية الحليب الباقية. طبعا تحبوه ثخين مثل السموذي او تحبوه خفيف، قوام العصير خفيف، تبقى بعد لكم حرية الاختيار. إذا تحبوه خفيف فزيدي كمية الحليب، إذا تحبوه قوام ثخين فخلي كمية الحليب اللي خليتها أني، يعني هاي كمية الحليب كانت كوبين وهذا صار قوامه. طبعا تخليه بهالشكل أو تزيني الوجه بجوز الهند، مبروك جوز الهند، أو شوية تزيني بلوز مطحون باللي يناسبكم، أو تبقيه بدون أي تزيين فطعمه كلش طيب. وبالنسبة للحليب اللي استخدمته، أنا استخدمت الحليب يعني من الثلاجة، إذا تحبون يكون طعمه بارد هذا العصير فخلي الحليب اللي راح تستخدميه بالفريز شوية يجمد حتى يكون طعمه شوية أبرد. وهاي نوع من العصير حضرت لكم إياه هنا بهذا الفيديو القصير السريع. إن شاء الله هذا الفيديو نال استحسانكم ورضاكم، وهاي الوصفات تعجبكم وتجربوها، وعليكم ألف عافية. ألتقيكم بخير وعلى خير بالفيديوهات القادمة، ومع ألف سلامة.